ازيكم يا مواليد برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. توقعات برج الجوزاء ليوم الخميس 10 مارس/اذار 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا جوزاء، هتنتظر اليوم انك تسمع خبر يكون بيفرحك في الوقت ده، واللي هيكون بيتعلق خاصة بوضعك المالي في اليوم ده. هتكون بتفكر بشكل كبير في انك ازاي تعمل انفاق كويس للمبلغ ده، وهتحصل عليه اليوم بشكل كبير جدا جدا. لكن عليك دايما انك تنتظر لوقت قليل، حتى لو لم تكن النهاردة حريص بزيادة، هتنفق أموالك بدفعة واحدة من غير التفكير في أي حاجة. فبحذرك النهاردة من نفقاتك إنها تكون في الأشياء المفيدة أو الأشياء اللي أنت فعلا في حاجة ليها. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، بيقدم ليك شريكك نصيحة هتكون ممتازة جدا جدا ليك في الوقت ده، بشأن حاجة لازم انك تقوم بانك تبرز فيها اكتر امام كل الاشخاص اللي حواليك واللي بيتمنوا انه يشوفوك في الموقف ده. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة، بيصل كوكب المريخ لبرج الثور، بيبدل الأجواء النهاردة وبيخفف من الحماس اللي بنشعر بيها والإيجابية اللي بتكون بتعرقل طريقنا ومساعينا في الوقت ده. هتظهر فيه شوية شوائب في علاقتنا النهاردة مع زملائنا ومع أصدقائنا، فنحاول نتعايش معاها. بالنسبة ليك صحيان النهاردة، ما تنفعلش أمام أي حدث ممكن يكون بسيط أو ممكن يكون بيسبب ليك أزمة عصبية أو حتى انهيار في الوقت ده. خليك حذر أكتر علشان ما تنهارش. بالنسبة لتوقعات العشرية الأولى، مواليد 21 مايو ل 31 مايو، هيسلط القمر النهاردة الخير جدا الضوء ليك على كل علاقاتك وعلى كل حركاتك. هيكون اليوم ده كويس جدا بالنسبة ليك لو حبيت انك تظهر قدرتك اكتر وتدفع نفسك للأمام مرة تانية علشان تستفاد من كل النواحي وكل انواع الفرص اللي ممكن تكون بتظهر في طريقك. هتتأكد من ان نهجك هيكون خفيف ومش هيحد من العبث النهاردة في اليوم ده. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية، مواليد 1 يونيو ل 10 يونيو، هتكون الروح الدعابة النهاردة عندك مش بتقاوم وهتنجح بصراحة كبيرة جدا في انك تعبث بيها. هتكون حذر اكتر، ومع ده كل الاشخاص اللي حواليك بيتسموا النهاردة بحساسية اكتر ليك، ولا هيلتزموا من الصعب النهاردة هتكون انك تشعر بالأذى تجاه الاشخاص دي او الاحباط، بسبب انك هتلاحظ ملاحظات واضحة جدا وهتكون من غير رحمة في اليوم ده. بالنسبة لتوقعات العشرية الثالثة، مواليد 11 يونيو ل 20 يونيو، هيتناسب المناخ الحالي مع مزاجك تماما اليوم ده، وهتتاح ليك فرصة حلوة جدا للترفيه عن نفسك وللتواصل مع شخص هيكون مفيد جدا ليك، وممكن تتدفق جهات الاتصال الخاصة فيكم النهاردة وتتقدموا أكتر في العلاقة في اليوم ده، وهتمشوا بشكل رائع جدا وهتكونوا مفيدة جدا ليكم في مساعيكم وإنكم تمضوا فيها قدما اليوم ده. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيقضي القمر يومه في برج الجوزاء، وبنبحث من خلاله عن أنشطة هتكون خفيفة وجذابة وعقليا لينا. هيكون شبه مرن جدا في الصباح ده، هيكون ليه تأثيرات كتيرة جدا جدا خاصة مع الشمس، وده هيكون ليه تأثير كبير جدا، حتى هنلاقي صعوبة شوية في بعض الحاجات، وإننا نستمتع بأنفسنا استمتاع تمام من غير إننا نشعر بشعور غامض بإننا بنتجاهل المسؤوليات. الموضوع ده في الصباح ايضا ممكن يحدث لقمر الربع الاول، حيث بتتشكل الشمس في برج الحوت مربع مع القمر في برج الجوزاء. يمكن انه يكون الوقت ده في توتر كبير جدا وصدام كبير وخلاف كبير، لكن ايضا في وقت طاقة عالي جدا وتحفيز ونمو كبير جدا. هندرك الموضوع ده بشكل خاص لكل العقبات اللي ممكن تكون بتعترض طريقنا واهدافنا، لذلك هيستمر الموضوع ده قبل ما تتغير العلامة لحد ما يدخل القمر في برج السرطان. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.